حقيقة اجتماع ناجح بكل المقاييس، أولا بالحضور ونوعية الحضور، المنتخبين، رؤساء الجماعات، البرلمانيين، المناضلين ديالنا، الشباب، المرأة، التنظيم ديال المنتخبين. لقاء ناجح كذلك من حيث المداخلات اللي كانت تميزت بالصراحة، وتميزت كذلك بالالتزام ديال جميع الإخوان اللي حاسين بأن هناك مسؤولية كبيرة تجاه المواطنين. إن الآن القناعة راسخة بأنه العمل ديالنا خصو يبان في الميدان، يبان تجاه المواطنين، ونزيد نقويو تلك الثقة اللي بنيناها طيلة هذه الخمس سنوات ولا الست سنوات الماضية. النقطة الثانية اللي كذلك برزت بشكل قوي هو المساندة القوية للحكومة ديالنا اللي تشتغل يعني بكفاءة وبمقدورة وبإسراء كذلك لإبراز العدد ديال الإصلاحات. الإصلاح خصو إرادة وخصو إدارة، إذا الحمد لله الإرادة متوفرة وبرزت كذلك في عن طريق البرنامج الانتخابي ديال الحزب التجمع الوطني الأحرار، واللي برزت كذلك بقوة في البرنامج الحكومي، والإدارة ديال هذه الإصلاحات متوفرة، لأن الإدارة ديال الإصلاح كذلك عندها قيمة كبيرة وتتطلب الكفاءة وتتطلب الرؤية وتتطلب كذلك التعبئة. وأعتقد الرسالة اللي يمكن لي نأكد عليها وهو أن هذا اللقاء كان تعبويا بامتياز، لأنه احنا محتاجين أننا كنا نخرطوا في هذا المشروع الذي يحمل الحزب والمشروع الذي يهم بلادنا أساسا والذي يقود سيدنا يعني بهذه الرؤية ديالو، باش إن شاء الله أن المغرب دائما يكون في المصاف ديال الدول كيف تنحلموا به وكيف تنأملوا به باش نتجاوبوا مع الطموحات ديال المغاربة. بطبيعة الحال الأزمات هنا فاش تيبانوا، يعني المغاربة والمغاربة معروفين يعني منذ القدم الحمد لله أن المجتمع ديالنا مجتمع متراس، مجتمع متضامن، مجتمع كذلك آمن بالمؤهلات ديالو، أنه عنده مقدرة أن يواجه الأزمات كيف ما كانت، والأزمات تتزيد تقوينا، تتزيد يعني ترفع من المعنوية ديالنا بأنه الحمد لله احنا قادين باش نرفعوا هذه التحديات. أنا خاص بكل صدق يعني تنخرج من هذا الاجتماع ديال اليوم جد متفائل بالنسبة للمستقبل، لأنه كذلك اللي أساسي أنه بينا بأن العمل السياسي ليس عمل ديال المحطات الانتخابية، بل هو عمل متواصل، عمل ديال الإنصات، عمل ديال التواصل، عمل ديال التفاعل، عمل ديال التقييم. وأعتقد هذه الممارسة السياسية التي يقوم بها التجمع الوطني الأحرار واللي بارز بشكل قوي في المشهد السياسي، ربما غادي يخلي كذلك أطراف أخرى أنه لأن احنا محتاجين أن جميع الفاعلين السياسيين يشتغلوا بحالنا. احنا بغينا الفاعلين السياسيين يشتغلوا بهذا الحماس، بهذا القوة، بهذا الإرادة، لأنه المغرب ديالنا كاملين، المجتمع ديالنا مسؤولين فيه كفاعلين، إما سياسيين أو فاعلين جمعويين أو فاعلين من أي موقع كان. لهذا أنا شخصيا جد متفائل بالنسبة للمستقبل إن شاء الله.